السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء. اليوم جينا عند لينكولن توكيات الجزيرة فرعهم اللي في خريس، ووصل عندهم حديثا لينكولن نيتالوس 2024 فئة الريزيرف. السيارات الجميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، إضاءة جميلة، تصميم جميل جدا، داخلي خارجي، إبداع بكل ما تعنيه الكلمة. شوفوا كيف الإضاءة الأمامية ترحيبية ولا أروع ما شاء الله تبارك الرحمن. الشبك الجميل ايضا، عندنا الانارات المتصله مع شعار لينكولن نفسه المضيء ايضا ولا اروع ما شاء الله تبارك الرحمن. خلونا اعطيكم ارقام المحرك بدايه وبعدين اعطيكم تفاصيل. النيتالوس هنا الله يسلمكم يجي بمحرك 2 لتر 2000 سي سي تيربو 4 سلندر، يولد قوه 250 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر مع جير اوتوماتيكي 8 سرعات، ويجي بدفع رباعي مستمر اول ويل درايف، وليس فور ويل درايف، لا اول ويل درايف. مواصفات وابداع ولا اروع ما شاء الله تبارك الرحمن. انظمه امان عديده على السياره، الاهم من كل ذلك التصميم اللي جاي على السياره واللون الاسود ما شاء الله تبارك الرحمن، معطيه طابع سياره فاخره بكل ما تعنيها الكلمه. يتنافس اللي هو النيتالوس هذا مع اللي هو الاكسس ار اكس بشكل مباشر امانه، كحجم اللي اشوفه يتنافس معه. شوفوا لي الجنط كيف، يعني انا ما ابغى اتكلم صراحه، الصوره هي اللي تتكلم، جنط ولا اروع ما شاء الله تبارك الرحمن. مقاس الجنط 22 انش، جميل 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 في منتهى الجمال ما شاء الله. تصميم غريب، الفريمات جايه باللون الاسود ايضا، اللون نفسه مو اسود اسود، اسود مثلك او اسود مثلك، الاسود الميتاليك هذا هو. تشوفون كيف يكون فيه حبيبات الكريستال، المرايه تطوى الكترونيه، كتابه النيتالوس على اللي هو الزعانف اللي موجوده هنا على الرفارف مع الابواب. هذا هو كقصه من الجانب، قصته جميله جدا صدق. تمام، نلاحظ انه هنا عندنا في الزجاج الخلفي عندنا كذا لمسات برضو غريبه شوي، حنايا عفش، سقف بانورامي، اناره خلفيه، LED ايضا متصله. شوفوا كيف اليه الترحيب فيها ما شاء الله تبارك الرحمن. الشنطة الخلفية الله يسلمكم هذه كهربائية أكيد، طبعا 6 حساسات كاميرات كل شيء موجود. هذه السعة الخلفية الله يسلمكم ما شاء الله تبارك الرحمن، سعة عملاقة جدا عملاقة، يعني تتكلمون عن حوالي ما أعرف صراحة كقياسات بالضبط لأنه القياسات ما تثبت لنا 100%، لكنه أتكلم على مساحة ما شاء الله شاسعة وعملاقة جدا للتخزين في الخلف. طبعا السيارة تجي بصفين فقط للمقاعد وليس 3 صفوف، هنا تقدر تطوي المراتب اللي هي للصف الثاني. تتقفل، نظام كهربائي. طيب نجي للصرفية يا يزيد، الصرفية جدا كويسة، تقييم ممتاز، اللتر واحد مشي 13.4 كيلو، بنزين. سعة خزان الوقود ما تحضرني حاليا ولا هي موجودة بطاقة المعلومات، لكن راح تظهر أمامكم في الشاشة. هذا هو من الجانب. جماعة كمية جمال، كمية وصف، أمانة تصميم ولا أروع. طيب خلونا نشوف أول شيء تصميم المقابض حق الأبواب كيف جاية. جاية من نفس الفريم اللي هو أسفل الزجاج، ولكن فيها بروز زي ما تشوفون كيف، كهربائية طبعا تفتح وتقفل. هذا هو الباب الله يسلمكم من الداخل. هذه الفئة جاية باللون المو أسود من الداخل، ترى مو أسود صافي، أسود مايل للزرايق أقرب للكحلي صدق. جلد طبعا، ريحة الجلد ولا أروع ما شاء الله. نلاحظ هنا أيضا الجلد، النظام الصوتي الموجود أيضا هنا، الزجاج أوتو طلوع ونزول، مقابض الأبواب، هذه الطريقة تفتح الباب، طريقة ديناميكية جديدة مختلفة تماما عن كل السيارات، هذا ما تعودنا عليه من لينكولن صراحة. عندنا هنا الكنتارا على أطراف المقاعد نفسها. خلونا نشوف من الداخل ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا عندنا التحكم فيه اللي هو تسخين المراتب بالإضافة إلى فتحات التكييف فقط، وأكيد فيها مسند وسطي مع حاملات أكواب. الجلسة ولا أروع ومريحة ما شاء الله تبارك الرحمن. كلامي على السيارة من الخلف، كلامي عليها من الأمام، ركزوا لي كويس وخلينا نروح المقصورة الأمامية. بداية الله يسلمكم عندنا أرقام سرية ما زالت موجودة ومحافظة عليها لينكولن بالطابع الكلاسيكي. طبعا الأبواب مو بشفط، الأبواب عادية تشوفون كيف. 3 ذاكرات لحفظ وضعية مقعد السائق، النظام الصوتي فاخر من شركة ريفيل، المقابض زي ما ذكرنا تفتح بطريقة هذه الذكية الجميلة جدا صراحة، الزجاج والتحكمات الخاصة بباب السائق. ركزوا لي على انفتاح تحكم في المقعد نفسه حق السائق.
وشوفوا لي كيف هنا بوريكم الوضعيات اللي تقدر تتحكم فيها. السندات اللي موجودة هنا تقدر تتحكم فيها كل واحدة على حدة، المقعد نفسه تقدمه وترجعه، مسند الظهر ودعمة الفقرة القطنية وكثير من التفاصيل. رجعه عشان ياخذ الطول المناسب لي. هذا هو كمقعد زي ما تشوفون كيف لونه أقرب للرماد ما هي للزراق الصدق، مو بأسود، مو أسود صافي. عموما هذا هو من الداخل. هنا عندنا التحكم في الإنارة ككل مع البريك الإلكتروني، وهنا عندنا عجلة القيادة والتفاصيل الجميلة الأخرى اللي راح نستعرضها. بداية خلوني أسمعكم صوت العزل نسبة تناسب، صور من مايك ولكن يعني قد يكون صوت العزل للنافورة اللي هنا، صوت الموية يعني. توقع صوت العزل واضح وجميل. نشغل السيارة ونقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شاشات شبه متصلة، فقط عندنا هذا الجزئية من هنا، فخلنا نقول متصلة تقريبا. عجلة قيادة مختلفة تماما عن تصميم أي سيارة أخرى من لينكن، جاية بتصميم تقريبا خلنا نقول شبه رباعي. التحكمات اللي موجودة هنا تتحكم في أهم الخصائص تاتش زي ما تشوفون كيف من خلال شاشة المعلومات، وهنا أيضا في خصائص الصوتيات، هي زر فعليا لكنها تاتش تطلع لك هنا في الشاشة نفسها. الإنارة ومساحات الزجاج هذه خاصين منها، وركزوا لي على الإضاءة اللي موجودة هنا في نفس المكان للزرير. شاشة هنا في المنتصف تخدمك لبعض الخصائص، وزر التشغيل موجود هنا يا جماعة الخير، الجير التصميم الأنيق. خلوني أخلص لكم من الجزء اللي في الأسفل وبعدين نطلع للأعلى. الأوتو ستارت شوب، التنبيه الرباعي موجود هنا، الأوتو بارك موجودة في خاصية الأوتو بارك، الكاميرات المحيطية أيضا موجودة على السيارة، وضعية القيادة والهواية، وعندك أيضا التحكم في الصوتيات. ما شاء الله التكييف جدا بارد صراحة، بقفل أنا قدر الإمكان. هنا هذه جاية كريستالي لكنها شوي عشان استخدام الزبائن اللي يجون. عموما هذه كريستالية جاية. شاحن وايرلس هنا موجود، منابض الطاقة، وتقدر تقفلها بالطريقة هذه وتصير عندك منطقة مغلقة بالكامل. ركزوا لي على التصميم الموجود هنا كمقابض نفسها. المسند الوسطي هذا هو الله يسلمكم، في منافذ طاقة ايضا يو اس بي تايب سي ويو اس بي تايب اي. اتوقع انها ما تفتح على جزئين، لا والله تفتح على جزء واحد فقط، فيها متانة عالية نفسها المسند الوسطي. ركزوا لي على الإضاءة المحيطية اللي موجودة هنا يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الرحمن، تفاصيل ولا أروع. نتكلم على خلينا مساحة الإنارة على اللي هي الله يسلمكم الإضاءة العادية. هذه هي عجلة القيادة من هنا، بس ننزلها شوي، ليش لخبطناكم شوي معانا. شاشة بالكامل موجودة متصلة على الطبلون، يعني أنت تسوق تنزل عجلة القيادة بالطريقة هذه وكل شيء تحتاجه راح يطلع لك في الشاشة اللي موجودة أمامك. أنا شغلت تسخين الطارة وتسخين الكرسي نفسه الصدق، نقول ليش احتريت شوي. عموما هذه الشاشة ما شاء الله تبارك الرحمن، تتحكم فيها وفي أهم خصائصها من هنا الله يسلمكم. تعمل هي أساسا ما تعمل باللمس، تعمل بالطابع اللي هي العادي التقليدي، من هنا تتحكم في خصائصها. من هنا تشوفون كيف مثبت سرعة يطلع لك، تكسر مثبت سرعة تروح لأنظمة الأمان مثلا من هنا. تمام، هذه هي أنظمة الأمان، نظام البقاء في خط السير وغيرها من الأنظمة الأخرى. وعندك أهم المعلومات، هذه كتحكمات بسيطة لكن عندك أهم المعلومات، البنزين والممشى حق السيارة حاليا، والجير هنا موجود، والسرعة أيضا موجودة، والحرارة ودرجة حرارة خارجية، وأيضا اللي هو الاتجاه كبوصلة. وهنا عندنا نظام ترفيهي على جهة اليمين مع الكمبيوتر الخاص بالرحلة اللي هو التريب. طيب كيف اتحكم في الشاشات هذه كلها؟ اتحكم فيها من هنا الله يسلمكم بالطريقة هذه. تحط مثلا ابي ضغط هواء الاطارات بدال اللي هو الله يسلمكم اللي هو التريب، ابي لا ابي ما ابي ضغط هواء الاطارات، ابي مثلا هنا احط استهلاك الوقود. تشوفون كيف طريقة التحكم جدا سلسة، والشاشات فيها خصائص كثيرة صراحة، ولكن انا مثلكم جاي اصور يعني انا اول مرة اشوف السيارة صراحة بارض الواقع، لاني ما حضرت تدشينها، فبنشوفها ونتعرف عليها أرض الواقع بشكل جدا كبير مع بعض. عموما تخصيص الشاشة، عندك تخصيص هادئ مثلا خلاص تخليها كذا، تقدر تخليها الطريقة هذه لتطلع لك أهم المعلومات. هنا مثلا عندنا الميديا، ما نبغى نبغى الميديا، أوكي حطينا الميديا، نبغاها هنا الميديا، ما نبغاها على جهة يمين، نبغاها على جهة المنتصف تقريبا. فهذه أهم المعلومات. أوكي بالنسبة للكاميرات المحيطية هذه الله يسلمكم تطلع لكم هنا في المنتصف، فالشاشة عملاقة وفيها أهم التفاصيل يا جماعة الخير. هنا الشاشة هذه للتحكمات نتكلم، وفيها من هنا برضو خصائص أخرى مثل الميديا، إعداد ضبط السيارة، من هنا المقاعد.
فيها كثير من خصائص صراحة، من ضمنها الإضاءة المحيطية مثلا، خلونا نشوف الإضاءة مع بعض. هذه تشوفون كيف في تحت في الأسفل الله يكرمكم عند الأرجل، وموجودة في الأعلى هنا بشكل وتصميم جدا جميل. فهذه كشرح على عجالة، ما ودي أطول فيها الصدق، لأنه فيها خصائص جدا جبارة السيارة، الكار بلاي والأندرويد أوتو، كثير من الخصائص، أنظمة الأمان حدثوا الحرج كانوا قطع 100 بيخرج على مسار تنبيه تصادم أمامي، والكاميرات المحيطية اللي عددها 4، إنارة السقف، الإيدي شماسات المراية فيها تعتيم تلقائي، والشماسات فيها مراية وإنارة أكيد كل تأكيد للساق والراكب. هنا بيت لي النظارة أيضا، والسقف البانورامي يفتح بالطريقة هذه زي ما تشوفون كيف. فما شاء الله سيارة مليانة في المواصفات، وكل خاصية تقول لا أنا أحسن من الثانية. الشاشة اللي موجودة هنا العملاقة ولا أروع ما شاء الله تبارك الرحمن، فيها كثير من خصائص، فيها كثير من معلومات، حبيت أن أشرحها لكم بشكل مختصر بسيط، لأنه أمانة ما تقدر مهما بالغت في شرحك لها يبغى لك وقت جدا طويل، ولا أبغى يطول الفيديو. خلونا الآن نلقي نظرة على الإنارة وكافة التفاصيل الخارجية والسعر أختم لكم. كإضاءة أمامية هذه فل LED بشكل كامل متصلة زي ما نشوف مع بعض، العالي والواطي LED برضو، بس ما حبيت شغل عالي ما شاء الله جدا قوي كعدسات، فشغلت الواطي فقط حاليا. خلونا نتأكد فيها إضاءة التفاف ولا لا. على ما يبدو لي لا والله ما فيها. عموما هذه كإضاءة، شوف الإضاءة من جهة الخلف، شوفوا كيف الفلشر ما شاء الله على الدلع، شوفوا كيف دلع 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 يا جماعة الخير. حشبات الضباب موجودة على جهة اليسار فقط في الأسفل، وإنارة الفرامل موجودة أيضا في الأعلى. الآن جينا للمهم، زبدة التصوير والموضوع، سعر السيارة الله يسلمكم سعرها شوي غالي صدق. سعر السيارة 296,000 ريال و460 ريال شامل للضريبة، السعر أمانة شوي غالي. السعر قبل الضريبة 256,000، فمع ضريبة يطلع 296,460 ريال شامل للضريبة. هذه فئة الريزيرف، هي تصنف ريزيرف أمانة يختلف بلينكون، في شيء يجي منها الفل كريزيرف، وفي شيء يجي نصف فل نفس اللي يجي على اللينكن نافيجيتر واللينكن افييتر. فهذه كامل مواصفات السيارة، أعطونا رأيكم فيها. سيارة مليانة مواصفات وتقنيات ولا أروع ما شاء الله تبارك الرحمن، ولو أني ما أعطيتكم إياها بشكل كافي، ولكن حبيت أوضح لكم إياها لأنه بتطول إذا شرحناها بشكل كامل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية التغطية لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة. راح نوريكم بس اللون الثاني، في لون ثاني راح نستعرضه على عجالة وننهي لكم الفيديو. فيما يخص اللون الآخر اللي موجود على السيارة، فهذا هو لون مختلف أيضا وجميل الصدق، ولكن إلى الآن اللي أشوفه الأسود أجمل بكثير، معطي السيارة ملامح خاصة جدا ومختلفة عن بقية السيارات، طابع جدا مختلف وجميل ما شاء الله صدق صدق من السيارات الجميلة. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون جرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك سناب شات وإنستغرام، أعطونا رأيكم في السيارة ككل. يعطيكم العافية على المشاهدة. فيما يخص بطاقة المعلومات الخاصة بالسيارة، فهذه أمامكم بشكل مفصل وكامل عن جميع معلومات السيارة مع السعر.